الهدف من هذا اللقاء هو ان باش نديروا الاعلام الاخبار ديال المواطنين المغاربه باللي ان المؤسسه المغربيه للطالب كتدير واحد النداء لجميع المغاربه باش يشاركوا في التكوين وفي التعليم ديال واحد الفئه اللي هي فئه اللي كتنجح اللي كتفوق في البكالوريا كتجيب معدلات 16 17 18 وما عندهاش الامكانيات باش دير الدراسه اللي هي كتستحق الدراسه الجامعيه اللي كتستحق وخاصه الايتام وخاصة للقاطنين ديال دور الرعاية الاجتماعية اللي كنسميوهم حنا الخيريات في الدارجة هاد الوليدات والبنات حنا مؤسسة المغربية للطالب من 2001 وحنا كنقوموا بهذا الدور كنعطيوهم منح وكنواكبهم باش يحققوا الطموح ديالهم باش يحققوا الهدف ديالهم في الحياة من دراسة من تعليم وبطبيعة الحال من التشغيل من بعد. والحمد لله من 2001 لدابا أكثر من 1500 مستفيد اللي واكبناهم ودابا بغينا أن إضافة على الشركات والمؤسسات اللي كتساعدنا بغينا نفتحوا الباب المغاربة باش يساهموا في هذه القضية باش يساهموا في هذا الموضوع اللي هو مهم جدا اللي كيمكن أن طاقات ديالنا ما تضيعش لأن الإنسان اللي كيجيب البكالوريا ديالو في الظروف الاجتماعية ديالو كيجيب بكالوريا عالية ما خصوش يضيع. وهذه المسألة سهلة الواحد أي واحد يقدر يشارك ب 100 200 300 400 درهم. حنا اللي كنناديو به هو أن يكون عندنا واحد 1000 مغربي اللي كيديروا بالمعدل 200 درهم في الشهر غنتمكنوا اننا نعتقوا عتقوا رقبه من ناحيه تقريبا 96 واحد بصفه قاره لان هذا التمويل القار اللي هو شهريا واحد 200 درهم في الشهر اللي كتجي المؤسسه المغربيه للطالب كلها غتمشي لهاد الطلبه هادو بطبيعه الحال باش يكون عندهم المصاريف اليوميه ديالهم باش يقراوا باش يشريوا الكتب ديالهم باش يشريوا الاورديناتور ديالهم لان عندهم حتى هما خصهم يكون عندهم نفس الحظوظ النجاح في الحياة باش يحققوا ذاتهم وباش يكونوا مواطنين صالحين.